ماذا تعرفون عن نفق الموت؟ في العشر سنوات الأخيرة الماضية نال هذا الموضوع اهتمام العديد من العلماء، فبدأوا بما يسمى بتجارب الاقتراب من الموت. هذه التجارب أيها الأحبة لاحظ فيها ذات، يعني كل الذين تعرضوا لجلطات دماغية، الذين فقدوا الوعي، الذين مروا في حالة غيبوبة أو ما يمكن أن نسميه موت مؤقت ثم عادوا، معظمهم اتفق على شيئين، وهذين الشيئين ذكرهما القرآن العظيم. يعني عظمة القرآن أيها الأحبة أنك إذا بحثت في هذه الآيات تجد تصويرا دقيقا لحالة الموت التي سيمر كل واحد منا فيها شاء أم أبى. الحقيقة أيها الأحبة ما يسمى بتجارب الاقتراب من الموت، لاحظوا كأن النفس تخرج اتجاه الأعلى وتراقب، حتى إن بعضهم قال، وهذا طبعا منشور على مجلات عالمية يمكن لمن أحب أن يرجع للتفاصيل في دراسات الاقتراب من الموت، وجد طبعا عندما عاد للحياة أو عندما عاد لحالته الطبيعية، وجد أو أخبرهم أنه شعر كأن نفسه خرجت أو كأنه خرج من جسده وبدأ يراقب. وهناك العديد الحالات وصفت بالضبط ماذا كان يعمل الأطباء بالعدد، ماذا يلبسون، حتى وصفوا الأدوات الطبية التي كانوا يستخدمونها. شيء غريب يعني. لا إله إلا الله. فالمهم أيها الأحبة، الحقيقة التي يمكن أن نعتبرها حقيقة أن هناك نفسا في هذا الإنسان تختلف عن الجسد. هذه النفس هي التي تر وتسمع، وهي التي تحرك اليد، وهي التي تبطش، وهي التي تفعل الخير أو تفعل الشر. الجسد هذا عبارة عن آلة ميكانيكية مسخرة الذي يشغلها النفس. الروح شيء آخر ليس له علاقة لا بالجسد ولا بالنفس. الجسد أيها الأحبة هو عبارة عن آلة ميكانيكية أو كمبيوتر مثلا، أو مجموعة خلايا. الروح هي التي مثل برنامج التشغيل، لا تتدخل لا في عمل الجسد ولا في عمل النفس تماما. أنا لدي جهاز كمبيوتر، هناك برنامج تشغيل لا يتدخل فيما أقوم به، أنا الذي أتحكم. ممكن أن أفتح مثلا موقع غناء، يمكن أن أفتح موقع قرآن كريم وأستمع وأستفيد وأخشع. من الذي يتحكم؟ هو أنا، أي النفس، وليس هذه الأيدي أو هذا الدماغ. هي خلايا، مجموعة تريليونات الخلايا مسخرة لتعمل بأمر هذه النفس. فعندما يتعرض الإنسان لحادث مثلا ويفقد الوعي أو يمر في حالة غيبوبة، هذه النفس تخرج إلى أين؟ تغادر الجسد. القرآن العظيم أشار إلى ذلك أيها الأحبة. هناك آية عظيمة يقول الله تبارك وتعالى فيها، تأملوا معي: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن هذه النفس تتوفى، تخرج وتعود لخالقها حين موتها، لحظة الموت. هنا
نكتشف شيء جديد أيها الأحبة، يعني هناك فرق بين الوفاة والموت. الوفاة شيء والموت شيء، وإلا لماذا يميز القرآن بينهما؟ الله يتوفى من الوفاة الأنفس حين موتها، فالإنسان قد يموت ويرجع. سيدنا عيسى كان يحيي الموتى، فهذا الميت الذي أحياه سيدنا عيسى عليه السلام لم يكن قد توفاه الله بعد، لازالت نفسه خارج الجسد ولكنها لم تغادر. فسيدنا عيسى الله أعطاه قدرة على إعادة هذه النفس إلى صاحب الجسد. أصحاب الكهف 309 سنوات أيضا لم يتوفاهم الله، هو حالة لنسميها نوم عميق، غيبوبة، أي شيء، صعدت هذه النفس ولكن لم يتوفاها الله ثم رجعت بعد 300. الرجل الذي أماته الله 100 عام، قصة العزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لم يتوفاه الله، إنما أماته. ما معنى أماته؟ يعني النفس خرجت ولكن لم يتوفاها الله، لم يأتي ملك الموت ليتوفى هذه النفس، وإلا فاه ملك الموت انتهى لا يعود، ولكن يمكن للإنسان أن يموت ويعود، كما في قصص عديدة في القرآن، قصة البقرة كذلك، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن أيها الأحبة، يجب أن نميز بين الوفاة والموت. الله يتوفى الأنفس حين ماذا؟ حين موتها. يعني أولا الإنسان يموت، يتوفى هذه النفس الله من خلال ملك الموت، والتي لم تمت في منامها. ما معنى التي لم تمت في منامها؟ أي أن الله يتوفى هذه النفس، يتوفاها، يخرجها عندما ينام الإنسان، ولكن تبقى هذه النفس، يعود فيرسلها. لذلك قال تعالى والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. إذن الله يتوفى هذه الأنفس بشكل دائم، أثناء النوم، أثناء الموت، أثناء الغيبوبة، أثناء العمليات الجراحية بعد التخدير، كل هذه الأشياء التي يغيب فيها دماغ الإنسان عن الوعي هذه النفس تخرج. فالله إذا قضى الموت على إنسان أمسك هذه النفس لديه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، أي هذا النائم الذي توفى الله نفسه أخرجها، يعود فيرسلها فيعود من جديد يستيقظ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، وهذا حديث ودعاء ينبغي ألا ننساه، ينبغي كل إنسان أن يحفظه ويردده عندما يستيقظ، الحمد لله. ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما يستيقظ من نومه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن أنت في كل يوم تتعرض لموت مصغر، والدليل على ذلك تجارب الاقتراب من الموت التي تمكن كثير من المرضى من وصف ما يجري له أثناء العملية الجراحية، مع العلم أنه تخدير كامل وغيبوبة كاملة، ولكنه وصف لهم ماذا يجري من فوق من أعلى. إذن هذا دليل مادي ملموس أيها الإنسان على أن نفسك كل يوم تغادر ثم تعود برحمة الله. لذلك النبي كان يتذكر من لحظة استيقاظه الحمد لله الذي إليه النشور، أي إليه المرجع والبعث وإحياء الموتى، النشور يعني
إحياء الموتى. طيب، هناك آية الله تعالى يقول وهو الذي يتوفى بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. دقة أيها الأحبة، كل يوم أنت تموت وتبعث، يعيش مثلا 70 سنة، مثلا 70 ضرب 365، أكثر من 25,000 يوم. فأنت إذا كنت تنام كل يوم فقط مرة واحدة، فأنت تموت أيها الإنسان 25,000 مرة وتبعث 25,000 مرة. فمتى تكون المرة التي تخرج هذه النفس ولا تعود فيمسك التي قضى عليها الموت؟ متى ستكون هذه اللحظة؟ ينبغي أن تراقب وتنتظر وتحذر وتتصور هذا الموقف أنه في أي لحظة يمكن أن يحدث، فتبقى دائما في حالة حذر. ذلك يخوف الله به عباده. وآية أخرى، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ماذا؟ يحذر الآخرة. المؤمن أيها الأحبة 24 من الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن شيئين، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هل الإنسان الذي لديه علم مثل الذي ليس لديه علم؟ الآن أيها الأحبة، كل من شاهدني الآن أصبح لديه علم، فليس لديه إذا استيقظ ولم يقل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وليس لديه عذر إذا لم يتذكر الآخرة ولو مرة في اليوم، لا نقول كل دقيقة، ولو مرة على الأقل. إذن أيها الأحبة، الله عز وجل يخرج هذه النفس ويتوفاها كل يوم ويعيدها، العلم أثبت ذلك. طب هناك شيء ثاني أيها الأحبة، أن الذين مروا بتجارب اقتراب من الموت أو ما قبل الموت، هؤلاء قسم لا بأس به منهم وصف شيء غريب يراه، يرى نفقا، نفق امتد يعني طويل جدا، في نهايته نور، ويشعر وكأنه يعني يقترب أو يحاول أن يدخل في هذا النفق. طيب هذه المشاهدة رآها الآلاف، ليس واحد أو اثنان، آلاف الناس رأوا هذا المشهد. فالعلماء احتاروا، ما هو هذا النفق الذي يعني يراه الإنسان قبيل الموت؟ التفسير موجود في القرآن أيها الأحبة، في كتاب الله عز وجل. سيدنا المسيح عليه السلام، دققوا معي أيها الأحبة، الله أكرم المسيح بميزة انفرد بها عن كل البشر، قدرة هذا النبي الكريم على إحياء الموتى. ولكن انظروا إلى صياغة الآية، يقول تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى. صياغة غريبة، وإذ تخرج الموتى، يعني المنطق الذي نتعامل به يعني يقول مثلا أن هذه النفس التي خرجت ينبغي أن يقول وتعيد الموتى إلى الحياة أو ترجع الموتى. تخرجهم من ماذا؟ لأن هذا الميت أيها الأحبة تخرج نفسه، لحظة الموت هناك خروج للنفس،
هذه النفس سوف تدخل في هذا النفق التي الآن البرزخ، سوف تعبر هذا البرزخ. فالإنسان عندما يتوفاه الله فإن هذه النفس تدخل في هذا النفق باتجاه البرزخ. ولذلك كان سيدنا المسيح عليه السلام، الله علمه وأعطاه القدرة بإذنه تعالى، قال: وإذ تخرج الموتى، يعني تخرجهم، لأنه بمجرد أنه خرج من هذا النفق عادت نفسه إلى جسده وعاد حيا. الدليل الثاني من القرآن على موضوع خروج النفس من هذا النفق جاءت في قوله تعالى: الملائكة أيها الأحبة يأتون، ملائكة الموت، هذه الملائكة تتوفى هذا الميت. يقول تعالى: ولو ترى، يعني يا محمد أو يا أي إنسان، لو أنك كنت تقدر أن ترى ماذا يحدث لحظة الموت لرأيت ما سأخبرك عنه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الظالمون أين؟ في غمرات اضطراب، مثل الموج المضطرب. وكلمة غمرات دقيقة هنا أيها الأحبة، لأن البرزخ اضطرابات الإنسان لحظة الموت، ليس مستقرا، مثل البرزخ المائي الذي تحدثنا عنه والذي درسه علماء البحار، ووجدوا أن منطقة البرزخ الفاصلة بين الماء العذب والماء المالح تكون فيها دوامات وتكون فيها اضطرابات، لذلك نوعية الجريان يكون مضطرب. لذلك يقولون إن منطقة البرزخ منطقة مضطربة جدا غير مستقرة، بعكس الماء العذب هنا والماء المالح هنا، ولكن هذه المنطقة بسبب اختلاف الكثافة والملوحة وأشياء أخرى تحدث هذه التيارات أو الدوامات وتكون هذه المنطقة مضطربة. البرزخ الخاص بالموت أيضا يكون مضطربا، لذلك سماه القرآن غمرات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. ماذا تقول الملائكة لهؤلاء؟ مين؟ أخرجوا أنفسكم. دقة هائلة في التعبير. النفس خرجت من الجسد ودخلت في هذا النفق، يعني هي بدأت تدخل. فالظالم يحاول أن، يعني لا يريد أن يموت لأنه يرى العذاب، يرى ماذا في نهاية النفق هذا أو البرزخ. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أنت أيها الظالم لديك القوة في الدنيا ولديك المال ولديك الإمكانيات ولديك العلاقات، أخرج نفسك الآن من هذا النفق، من هذا البرزخ. اليوم تجزون عذاب الهون. يستسلم هذا الميت، هذا الظالم لا يستطيع أن يفعل أي شيء. فتقول له الملائكة: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته لذلك أيها الأحبة، الآيات التي تتحدث عن إخراج النفس العلماء رصدوا مشاهدات لبعض من عادوا بما يسمى تجارب الاقتراب من الموت، ووصفوا هذا النفق الذي يحاول أن يدخل فيه، ولكن طبعا لم يدخل أحد، كل الذين تكلموا ولا واحد منهم دخل في هذا النفق وأخبر ماذا يوجد في نهايته. فعملية الدخول هذا النفق هي عملية خروج من هذه الدنيا باتجاه البرزخ وحياة ما وراء البرزخ. وبالتالي نكون الآن أيها الأحبة أمام حقيقتين يتحدث اليوم عنهما بكثرة علماء النفس، الأطباء في المشافي الذين يقومون بعمليات جراحية،
كثير من الباحثين والعلماء المهتمين والمتخصصين في تجارب ما قبل الموت، الحق نفس تغادر أثناء الغيبوبة أو أثناء الموت المؤقت إذا صح أن نسميه كذلك، أو الاقتراب من الموت، وتصف ما يحدث. والقرآن يؤكد أن النفس تغادر وتعود أثناء الموت المؤقت، كما حدث في مع العزير، أماته الله 100 عام ثم بعثه، أيضا مع أصحاب الكهف، وأثناء النوم كل يوم حالة موت ثم بعث، موت ثم بعث. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية التي أنبأ عنها القرآن أن هذا الإنسان الذي يقترب من الموت يرى هذا النفق مظلم، ولكن في نهايته نور، شيء مجهول. فهذا المجهول الذين يعني الذي يراه كثير ممن مروا بهذه التجارب، تجارب الاقتراب من الموت، أشار إليه القرآن إشارة لطيفة في قوله تعالى: وإذ تخرج الموتى. تخرجهم من أين؟ إذن تخرجهم من شيء، هو دخل في شيء وأنت أخرجته، خطاب لسيدنا المسيح عليه السلام. كذلك الملائكة ماذا تقول للظالمين؟ أخرجوا أنفسكم. من أين يخرج نفسه؟ إذن هو علق في هذا النفق وبدأ يدخل فيحاول أن يقاوم، فتقول له الملائكة: أخرج نفسك، استخدم إمكانياتك، استخدم يعني ما كنت تفتخر به في الدنيا، المال، الجاه، الكذا، ولكن لا يستطيع أن يفعل أي شيء سوى أنه سيبقى عالقا في هذا النفق حتى تتوفى. طبعا نتحدث عن النفس وليس عن الجسد، النفس هي التي تعبر وتعلق ثم تغادر باتجاه ما وراء البرزخ. لذلك قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكلمة هنا من ورائهم لا يعني من وراء ظهورهم، لأن هذا محيط به، يعني من خلفه ومن أمامه هو محاط بهذا البرزخ، لأنه انعزل عن الدنيا، أصبح في عالم آخر، عالم الأموات مثلا، أو على العالم الثاني. لذلك مثلا قال تعالى: من ورائه جهنم، لا يعني إنه جهنم وراءه، لا، يعني جهنم محيط به، وهذا البرزخ يحيط به من كل جانب، لا يستطيع أن يخرج، علق به. لذلك الملائكة تقول: أخرجوا أنفسكم، لا يستطيع أن يخرج نفسه. وسيدنا المسيح الله يخاطبه، يقول له: وإذ تخرج الموتى. ولكن الآية الثانية التي جاءت في حق المسيح عليه السلام، الله تعالى يقول فيها: يقول المسيح عن نفسه: وأحيي الموتى. هو يستخدم لفظ أحيي، المسيح يستخدم أحيي. إذن أيها الأحبة، عندما خاطبه الله خاطبه بلفظ تخرج، لأن الله يرى الحقائق، يحدثنا كحقيقة علمية، ولكن المسيح لا يرى هذا النفق ولم يرى حقيقة ما يحدث للميت، فقال، استخدم، قال سبحانه وتعالى على لسان المسيح: فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، ويتحدث عن نفسه، وأحيي الموتى بإذن الله. وأحيي الموتى، استخدم لفظ وأحيي لأن المسيح عليه السلام والبشر جميعا لم يرى ماذا يحدث بالضبط، لأن المسيح لم يمت، إنما رفعه الله إليه، وبالتالي لا يرى هذا النفق، نفق الموت، إلا من اقترب منه في تجربة اقتراب الموت أو حالة غيبوبة، أو إذا كانت وفاة حقيقية فإنه يدخل. لذلك أيها الأحبة، والله يعني لو تأملنا آيات هذا القرآن العظيم وتذكرنا هذا الموت، تذكر الموت بالنسبة للإنسان الصالح والله سعادة أيها الأحبة، ينسى همومه. ماذا تريد من هذه الدنيا؟ الدنيا فيها الهموم، فيها المشاكل، فيها
التعب فيها المرض. لقد خلقنا الإنسان في كبد العيش. فالإنسان الصالح الذي لم يظلم الناس، لم يقتل الناس، لم يسيء لأحد، بل حياته كلها إحسان للآخرين، حياته كلها طاعة لله عز وجل، هذا الإنسان يكون سعيدا ومبتسما لحظة الموت، لأنه يعلم أن هذه الملائكة ستتلقاه، لن تتركه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما مضى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزل من غفور رحيم. اللهم ارزقنا برحمتك هذه الجنة، وانفع بهذا العلم كل من يشاهدنا ويرانا، ولا تنسونا من صالح دعائكم أحبتي في الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.